الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم. السيسي يوجه بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. والرئيس التونسي يؤكد أن قراراته دستورية ويدعو إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات. منتصف الليل في القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونستهلها مع دانا مدحت. أهلا بك دانا. أهلا بك همام، أهلا بكم مشاهدين. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم، وخلال استقبال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية، كما وجه بالقيام بدراسة معمقة من أجل نقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب رئيس الوزراء الأردني نقل للسيد الرئيس تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معرباً عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، ومؤكداً حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل الأردني، مشيداً سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا. كما تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي والمجمعات الصناعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة الوضع في لبنان والتطورات في كل من سوريا وليبيا. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع،
كما أكد الجانبان على تكثيف الجهود على المستوى الدولي بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك ولتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل. وقد وجه السيد الرئيس أيضاً بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر. وقد عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والأسيوية والأفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي، والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن استضافة عدد من الفعاليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءاً من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات وكذلك كمقصد سياحي جاذب. كما عرضت السيدة نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد نفاد الصبر بالرغم من إصدار العديد من التحذيرات مؤكدا أن الوضع وصل إلى حد لم يكن مقبولا لجميع مؤسسات الدولة. جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورؤساء كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وقيادات النسائية. نجتمع في هذه اللحظات التاريخية في تونس، لحظات صعبة، اللحظات فيها من المسؤولية الكثير، وقلت في كثير من المناسبات أنني سأتحمل المسؤولية كاملة إرضاء لله وإرضاء للشعب التونسي. نفذ الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير
وبلغ السيل الزبا. كنت أستطيع في عديد المناسبات أن أختار أي شخص لتشكيل حكومة، وأعرف مسبقا أنه لن يحظى بثقة الأغلبية. كانت الإمكانية متاحة على الأقل في مناسبتين، ولكنني احترمت المؤسسات، احترمت المقامات، احترمت كل الأشخاص، ودائما بنية صادقة، بنية تقوم على الصدق وعلى الوفاء بالعهود. وكان بالإمكان لو اخترت أي شخص وأردت تغيير المشهد السياسي، كان بالإمكان أن أختار، وبعد الاختيار يعيد من تم الاختيار عليه التكليف، ويتم اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. كما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات. هذا وأضاف قيس سعيد أن البعض احترف السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها على المقاس لاقتسام السلطة. أريد بهذه المناسبة، وأنا أتحدث إليكم وأتحدث أيضا إلى الشعب التونسي، التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إلى أي أهمية للتصريحات وللشائعات التي احترفها البعض. لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. هناك القانون، والقانون يطبق على الجميع، ودعوتهم في كثير من الأحيان إلى تطبيق القانون، ولكن للأسف تعلمون أن بعض القضايا ما زالت أمام القضاء جارية، والسيد عميد المحامين يعرف الأوضاع أكثر مني بالنسبة إلى عدد من القضايا التي بقيت لسنوات، وكيف يتم التحيل في بعض الأحيان حتى لا يحصل النصاب، وتتأخر المحاكمة من شهر إلى شهر ومن عام إلى عام. وأضاف الرئيس التونسي أن الفصل الثامن من الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في ظل وجود خطر داهم. الفصل 80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في صورة وجود خطر داهم. الخطر داهم، بل الخطر واقع اليوم. بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة للمرافق العمومية، وأتحدث عن عديد الملفات في كل القطاعات، صارت تسير بناء على الولاء لهذا الحزب أو ذاك أو لذلك اللوبي أو ذاك. كما استقبل رئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف أبو زاخر ورئيسة مجلس القضاء العدلي ونائب رئيس مجلس القضاء الإداري. هذا وأكد رئيس التونسي حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، كما جدد دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى. هذا وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بحظر التجول بأنحاء البلاد من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباحا، وذلك ابتداء من أمس الاثنين وحتى 27 من أغسطس المقبل. وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي يحظر تنقل الأشخاص والسيارات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية
أو لأسباب صحية، كما يمنع كل تجمع يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة. كما أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بمؤسسات الدولة والتي تشمل بحسب بيان رئاسة الجمهورية الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك لمدة 2 اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويستثنى من هذا الأمر الرئاسي قوات الجيش والأمن الداخلي والعاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والعاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتعليم العالي. كما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء هشام مشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية. كما قرر الرئيس التونسي إعفاء إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع وحسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة. كما تقرر بمقتضى ذات الأمر أن يتولى الكتاب العموم أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها. أفادت وسائل الإعلام التونسية بمنع سفر الغنوشي وجميع الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين إلى خارج البلاد، وذلك عقب ساعات قليلة من إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات مهمة أبرزها تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه. أكد رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي أنه سيسلم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس التونسي قيس سعيد. كما أضاف أنه لا يمكن أن يكون عنصرا ومعربا عن استعداده لخدمة تونس من أي موقع. هذا وتجمع أفراد الجالية التونسية في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى تجمعهم في مدينة مارسيليا لإعلان تأييدهم لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدين وقوفهم خلف الرئيس التونسي ودعمهم له. نحن هنا مع الجالية التونسية في باريس لندعم تحركات الرئيس، ندعم تحركات الرئيس من أجل التخلص من هذه الإخوان اللي 10 سنين يحكموا في تونس كلها إلى الوراء، 10 سنين عجاف. ومن يقول هذا انقلاب فليس بانقلاب، الرئيس منتخب بنسبة 70%، ولا يوجد رئيس يعمل انقلاب ب70%. هو رئيس استرد الدولة للتونسيين، استرد الدولة من الفساد والسراق. احنا فرحانين بالقرارات هذه، يزيك نقولوا كلكم يعني كلكم اخرجوا، ما حشنيش بكم، نحبوا عباد جدد، نحبوا ننتخبوا انتخابات نظيفة وليل الفساد ويزي أكره وتحية تونس. الحكومة بينت خلال السنتين الأخرانين وال10 سنوات الأخيرة ومجلس النواب كذلك اللي هما مش جديرين بثقة التونسيين، فساد، استغلال نفوذ، معاملات بين الأحزاب يعني ضد مصلحة الشعب. هكا علاش فما رئيس الجمهورية اللي خذاب زمام الأمور وقرر اللي هو يفتك السلط من عند الحكومة، من عند مجلس الشعب في الفترة هذه. اللي يحكيوا أن يقولوا هذا انقلاب بالنسبة لنا، احنا الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في تونس، استعمل الفصل 80 من الدستور اللي هو بالنسبة لي أنه كي تدخل بالبلاد تدخل في وضع خطير، وضع طارئ، أنه هو ينجم يتدخل ويقوم بتجميد نشاط المجلس. أنا نرى واحد شخصيا نرى أنه القرار جاي متأخر شوية، كان ينجم يصير قبل. دونك هو مع ممكن مع استغل الوضع الوبائي، استغل الانهيار الاقتصاد، استغل المطلب الشعبي زاد اللي صار البارح يوم 25 جويليا في الولايات بتاع تونس الكل، رغم اللي انه معناتها في تونس العاصمه انا عائلتي ما نجمتش حتى توصل مكان المظاهره في باردو، في ساحه باردو، يعني الامن كان سكر الطرقات الكل. ولكن رغم ذلك الرئيس قيس سعيد في الاخر يعني فرحنا بالقرار الاخير، فرحنا بالقرار الاخراني، وفرحنا احنا بالنسبه لينا ما نعرفش. شفت الاحتفالات اللي صارت البارح في تونس، يعني رمالي فما يعني حاضر تجول، لانه الشعب خرج، الشعب فرح، الاغلبيه نتاع الشعب فرحت. قيس سعيد له الحق في ذلك، وزيادة عن ذلك ان الشعب التونسي قد تدمر كثيرا كثيرا، والبلاد تدهورت اقتصاديا ومعنويا وكذلك ثقافيا، وكل الامور صارت في الحديد.
اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى بأن الرئيس قيس سعيد قد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بطريقة التي رآها صالحة. وعبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك قالت عبير موسى بأنها في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار. هذا وأعلنت أحزاب وتيارات سياسية تونسية تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة. يأتي هذا فيما اندلعت مناوشات بين أنصار حركة النهضة الإخوانية ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان، حيث يحاول أنصار الحركة الإخوانية اقتحام مقر البرلمان، بينما تقوم مدرعات الجيش بتأمين بوابات البرلمان من الداخل. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه. جاء ذلك بعد اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، حيث أعلن الرئيس التونسي أيضا إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس للوزراء يعينه رئيس الجمهورية. وأعلنت حركة تمرد تونس تأييدها لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان. وأضافت الحركة في بيان لها بأن قرارات الرئيس التونسي جاءت حامية للبلاد والتي عانت ويلات الإرهاب والفساد السياسي والمالي، ومؤكدة ضرورة الحفاظ على ديمقراطية الدولة ومدنيتها ووجوب تسخير كل الوسائل القانونية والأمنية والعسكرية للحفاظ عليها. هذا ودعت الحركة في بيانها الشعب التونسي للالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية، كما دعت الرئيس التونسي إلى محاسبة كل من ثبتت إدانته بالفساد والتآمر ضد الدولة من نواب ومسؤولين على رأسهم نواب حركة النهضة الإخوانية. وفي ردة الفعل عبرت نقابة السلك الدبلوماسية التونسية عن عميق ارتياحها للقرارات الرئاسية التاريخية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد. وقالت النقابة في بيان لها إن تلك القرارات تهدف إلى إنقاذ تونس من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتدهور والذي أصبح يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد ويمثل خطرا على استمرارية مرافق الدولة. وأكدت نقابة السلك الدبلوماسي أن تفعيل الفصل 80 من الدستور يمثل مطلبا شعبيا نادى به خاصة شباب تونس الذي يعاني التهميش والبطالة، مشيرة إلى أن جميع القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد تندرج في صلب اختصاصاته الدستورية. أكد حزب التيار الشعبي التونسي بأن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت استجابة لإرادة الشعب التونسي في تصحيح مسار الثورة وإحداث التغيير العميق في حياة التونسيين وفتح أفق سياسي جديد. هذا واعتبر التيار الشعبي في تونس قرارات الرئيس قيس سعيد خطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام الشعب من أجل استرجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم. ودعا تيار الشعب التونسي إلى اليقظة والاستعداد للدفاع عن وطنه ضد كل محاولات إلى العنف والفوضى والتي تهدد بها القوى المضادة للثورة. شددت حركة الشعب التونسية على أن القرارات التي خرج بها الرئيس التونسي قيس سعيد دستورية وأنه تصرف وفقا ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها. وأكدت حركة الشعب التونسية مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد باعتبارها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها. ودعت الحركة الشعب التونسي إلى الحفاظ على سلمية تحركاته وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى. تولى الرئيس التونسي قيس سعيد مهام منصبه منذ عام 2019، حيث يعد سابع رئيس لتونس منذ إعلان الجمهورية البلاد في 25 من شهر يوليو لعام 1957. وكان سعيد دخل الانتخابات الرئاسية التونسية كمستقل،
حيث تمكن من الفوز بحصوله على أكثر من 72% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات. ووصفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها حاسمة في طريق انتشال البلاد من الفوضى والأزمة الصحية والمأزق السياسي والعوامل التي أدت إلى انكماش الاقتصاد التونسي. مزيد حول هذه القرارات في العرض التالي مع الزميل أحمد أبو زيد. أهلا بكم. جملة من القرارات التي وصفت بالحاسمة والمصيرية التي تبدأ تونس معها مرحلة جديدة في تاريخها اتخذها وأعلنها الرئيس قيس سعيد حفاظاً على كيان وأمن تونس واستقلالها، وذلك بعد ترأسه لاجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية. لكن ماذا في طبيعة هذه القرارات وأبرزها؟ في مقدمة تلك القرارات تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لـ30 يوماً، فضلاً عن رفع الحصانة النيابية عن كل أعضاء المجلس. كما قرر الرئيس التونسي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه. أعلن الرئيس التونسي أيضا توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يترأسها رئيس وزراء يعينه بشكل مباشر رئيس الجمهورية. كما أعلن الرئيس التونسي توليه رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التي ارتكبت في حق تونس، محذرا من أي محاولة لإطلاق الرصاص أو الاعتداء على الدولة أو النيل من سلطتها ورموزها. الرئاسة التونسية قالت في بيانها إن الإجراءات التي اتخذت من الرئيس قيس سعيد كما قال هو نفسه تتوافق وأحكام الفصل 80 من الدستور، ودعت الرئاسة الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى. بعد البيان خرج التونسيون إلى شوارع المدن المختلفة لإعلان احتفالهم وتأييدهم بقرارات الرئيس، والتي كان على رأسها تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، في خطوة تبرز دعما وتأييدا واضحين من الشعب التونسي لقرارات الرئيس سعيد. في وقت متزامن كان متظاهرون أضرموا النيران وأحرقوا مقار لحركة النهضة الإخوانية في مدن وولايات تونسية مختلفة. بهذا إذن مشاهدينا الكرام نكون قد سلطنا الضوء على أبرز القرارات كما أعلنها واتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في محاولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي التونسي الذي خيم عليه العنف والاحتجاج والاضطراب وتعطل في مصالح مؤسسات الدولة. تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا من عثمان جراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية، وتناول الاتصال والتطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد. هذا وأعرب أبو الغيط خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية. أعلن البيت الأبيض أنه يراقب التطورات في تونس عن قرب، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنه يتم حاليا التواصل مع مختلف الأطراف في تونس لتهدئة الأوضاع هناك. أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لدعم تونس في التغلب على الضغوط الحالية. هذا وأكد متحدث باسم الصندوق الاستعداد لمساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وعلى تحقيق تعافي غني بالوظائف وتصحيح الأوضاع المالية للبلاد وإعادتها إلى مسار مستدام. وأضاف المتحدث أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس.
كما سلطت الصحف ووكالات الأنباء الدولية الضوء على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، مشيرة إلى احتفالات الشارع التونسي بتلك القرارات. في مقدمة عناوين الصحف الدولية تصدرت تونس وموقف شعبها من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة بموجب المادة 80 من الدستور. وكالة أسوشيتد بريس أشارت إلى أن الرئيس التونسي اتخذ تلك القرارات بسبب الأوضاع التي وصلت إليها البلاد. من جانبها سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على خروج الآلاف في الشارع التونسي للاحتفال بقرارات رئيس قيس سعيد. أما صحيفة ذا هيرالد الاسكتلندية فقد أشارت إلى أن الرئيس قيس سعيد اتخذ قراراته لإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان بعد المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على الأوضاع التي وصلت إليها البلاد. من جهتها قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن قرارات الرئيس التونسي بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء جاءت بعد احتجاجات شهدها الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية بالبلاد ومطالبة المتظاهرين بحل البرلمان. أما صحيفة لوتون الفرنسية فأرجعت قرارات الرئيس التونسي تلبية لرغبات الشارع التونسي الذي رفع شعارات مناهضة لحركة النهضة الإخوانية والذي أعرب عن غضبه حيال تعامل الحكومة مع جائحة كورونا ما تسبب في ارتفاع حالات الإصابات والوفيات إلى أرقام غير مسبوقة. استقبل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان جيمس واني إيغا وذلك بمقر رئاسة الوزراء. هذا وترأس رئيس الوزراء ونائب رئيس جنوب السودان الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للجنة العليا المشتركة ما بين البلدين. وأعلن دكتور مصطفى مدبولي عن توجيهات من الرئيس السيسي ببذل كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون ما بين مصر وكافة الدول الإفريقية الشقيقة. وخلال مؤتمر صحفي رحب مدبولي بزيارة المسؤول الجنوب السوداني والتي تأتي بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا للتعاون ما بين البلدين والدفع قدما بالعلاقات التجارية والاقتصادية. بينما قدم نائب رئيس جنوب السودان الشكر لمصر على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وتعاون الثنائي في مجالات عدة. أود أن أعبر عن سعادتي باستقبال أخي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيقة في بلده الثاني مصر بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لأعمال اللجنة العليا للتعاون بين البلدين على الدفع قدما بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين البلدين بما يعكس الأواصر والروابط الأزلية والتاريخ المشترك الذي يمتد لعقود طويلة مضت بين شعبينا والعلاقات الخاصة التي تربطنا والتي كان شاهداً عليها زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا في شهر نوفمبر 2020. وأود أن أعرب عن دعم مصر الكامل لجهود الأشقاء في جنوب السودان من أجل تحقيق السلام في البلاد والبناء على ما تم التوصل إليه من خلال اتفاقية السلام المنشط والمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقاً لنصوص الاتفاق، وكذلك دعمنا المتواصل لشعب جنوب السودان الشقيق في مواجهة الفيضانات وأزمة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية ونقص الغذاء، وذلك تحقيقاً لتطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو التوصل إلى السلام والاستقرار والتنمية. More particularly, we are very grateful to the Egyptian people, to the Egyptian government. نحن ممتنون للغاية على هذه الأيادي البيضاء، ونحن كذلك ممتنون لمصر حكومة وشعبا على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية والتعاون في مجالات عدة. ومؤخرا تأثرت بلادي بثلاثي الفيضان واجتياح الجراد وكذلك جائحة كوفيد-19، وفي هذا الصدد لم تألو الحكومة المصرية جهدا لتوفير المساعدة في كل هذه المجالات وفي هذه الأوقات العصيبة. هذا الوفد الرفيع المستوى كان من المزمع أن يتألف من 22 وزيرا، ولكنه قد تقرر أن يقسم إلى عدة أجزاء،
فهذه هي هذا هو الوفد الأول أو الجزء الأول من الوفد الذي يتألف من 6 وزراء رفيعي المستوى، وسوف نستمر مع نظرائنا من مصر وكذلك الوفود القادمة في مناقشة المسائل ذات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين بلدين. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، نتابعها في سياق التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 431 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 18 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها شروع في قتل، سلاح، مخدرات، سرقة بالإكراه. وضبط معهم 260 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة المتنوعة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 47 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 920 قطعة سلاح ناري، أبرزها 143 بندقية و89 بندقية آلية و44 مسدسا و644 فرد محل الصنع، وكميات من الطلقات مختلفة العيرة و110 خزينة، إضافة ل 1202 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 437,304 حكما قضائيا بإجمالي 34,323 متهما، من بينهم 1855 حكم جناية و157,623 حكم حبس و216,362 حكم غرامة و61,464 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضموا 19 متهماً قاموا بارتكاب 44 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 62 حادثاً ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 83 متهماً، كما تم إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1261 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1368 متهما وبحوزتهم حوالي 136 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 228 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد على 24.5 كيلوغرام، إضافة إلى حوالي 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 20,799 قرص مخدر و 182,058 قرص مؤثر. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك فضلاً عن التنسيق حيال مجمل التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أنه يسعى لثقة الشعب اللبناني قبل ثقة السياسيين، وعقب تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة من جانب الرئيس اللبناني ميشيل عون، اعتبر ميقاتي أن الوقت ليس للمناكفات، مشددا على أهمية تعاون جميع اللبنانيين. أبلغني فخامة الرئيس نتيجتها وبنتيجة تكليفي لتشكيل الحكومة الجديدة. شكرت فخامة الرئيس، وبهالمناسبة أيضا بشكر سعادة النواب جميعا، من سميني ومن لم يسمني بتمنى أنه نتعاون. زار الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، يرافق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. اطلع ملك الأردن على عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بتوسيع التعاون الاستراتيجي مع العراق، وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض، أعلن بايدن استمرار التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن دور الولايات المتحدة في العراق سيستمر بتدريب ومساعدة القوات العراقية في محاربة داعش الإرهابي. من جانبه أكد الكاظمي أن بغداد لديها شراكة استراتيجية مع واشنطن يسعى العراق لتعزيزها مستقبلا. حضر مدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم من سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا، وخلال زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، حث أدهانوم المواطنين على توخي الحذر من تفشي هذه السلالة الجديدة في أرجاء العالم، حتى مع اكتساب حملات التلقيح زخما في العديد من البلدان. أعلن البنك الدولي التحالف مع نظام كوفاكس لوضع آلية تمويل جديدة ستسمح بتلقيح 250 مليون شخص في البلدان الفقيرة، وذلك بحلول منتصف عام 2020. وقال بيان مشترك بين الجانبين إن آلية التمويل الجديدة ستسمح للدول الأعضاء الـ 92 في كوفاكس وهي الأفقر بشراء جرعات إضافية تتجاوز الحصة الممولة بالكامل من قبل الدول المانحة. وأعلن رئيس البنك الدولي أن الحصول على اللقاحات هو التحدي الأكبر الذي يواجه البلدان النامية لحماية شعوبها من أثار وباء كورونا من وجهة نظر صحية واجتماعية واقتصادية. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية،
وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة. سنقضي على الماضي بأننا نستعيد حقوقنا في قناة السويس. هذه القناة ملك لمصر لأنها شركة مساهمة مصرية. تحتفل مصر في 26 من شهر يوليو من كل عام بذكرى تأميم قناة السويس. ذلك القرار الذي أعلنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عام 1956، والذي أذهل العالم وقتها. المزيد في سياق هذا التقرير التالي. فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم. تنازل جلالته عن العرش بسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم، والثاني أن يغادر قبل الساعة السادسة من مساء اليوم، وقد تفضل جلالته فوافق على المنطقة. قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا. السادس والعشرون من يوليو عام 1952، مدينة الإسكندرية. مضت أيام ثلاث على اندلاع ثورة يوليو، وآن الأوان لكي يرحل الملك فاروق على متن يخت المحروسة. تاريخ جديد يكتبه الثوار المنتصرون، لكن في ذكرى ذلك اليوم وبعد 4 سنوات من قيام الثورة، قدر لمصر أن تغير مجرى التاريخ المعاصر انطلاقا من خطاب لناصر. ميدان المنشية بالإسكندرية يدوي صدى صوت الزعيم العربي جمال عبد الناصر من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر، معجلا ومبشرا بقرب نهاية الاستعمار. بدأ الصوت تجسيداً لمعنى التحدي، وأخيراً تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. لم يكن التأميم سوى نتيجة حتمية تمليها الخيارات السياسية لدولة فتية. هكذا قاومت مصر الأحلاف الاستعمارية، وأرغمت بريطانيا العظمى على توقيع اتفاق الجلاء في أكتوبر من عام 1954. قوة إقليمية مصرية أمكنها أن تدعم قدراتها العسكرية بصفقة الأسلحة التشيكية عام 1955، وأن تشكل محور الارتكاز لإطلاق حلم الوحدة العربية، وأن تساند التحركات التحررية حول العالم بأسره. قررنا أن نطارد جميع دول العالم بأن تمدنا بالسلاح بلا قيد ولا شرط، وأنا أؤكد لهم إن هذه الأسلحة لن تستخدم في العدوان، إن هذه الأسلحة ستستخدم في الدفاع. هكذا بدأ الوجدان الشعبي المصري مهيئا للمواجهة، وإن بدأ خطاب ناصر الثورة مفاجئا للقوى الاستعمارية الكبرى. جاء قرار تأميم قناة السويس بمثابة صفعة قوية حملت معها الرد المصري على رفض لندن وواشنطن والبنك الدولي عرضهم بتقديم التمويل اللازم لبناء السد العالي. والآن ما على مصر إلا أن تتحلى من جديد بروح التحدي، وأن تقاوم العدوان من 3 قوى مجتمعة: بريطانيا التي أضعف ناصر نفوذها في الشرق العربي، فرنسا التي عانت الأمرين من دعم مصر لثوار الجزائر، وأخيراً إسرائيل تلك التي أرادت أن تخوض الحرب الوقائية قبل إنشاء ناصر لقيادة عربية موحدة ضد كيانهم المغتصب أرض فلسطين. هكذا اجتمعت خيوط المؤامرة الثلاثية ضد قناة السويس يوم 31 من أكتوبر عام 1956،
بينما كان رد ناصر مزلزلا فوق منبر الأزهر: سنقاتل. إذا كانت بريطانيا بتعتبر إنها دولة كبرى وفرنسا بتعتبر إنها دولة كبرى، إحنا شعب مؤمن هيكون شعارنا دائما الله أكبر، الله يقوينا والله ينصرنا، نعتمد على الله وعلى أنفسنا، وسنجاهد ونكافح ونقاتل وسننتصر بإذن الله. سجل الصمود المصري أعظم نصر سياسي في العصر الحديث، مكللاً برحيل قوى العدوان الغاشم يوم 23 من ديسمبر عام 1956، ليدفن عصر الاستعمار وليكتب الثوار فاتحة جديدة لموجات الاستقلال في العالم الثالث برمته. بنفس التحدي استؤنف العمل في قناة السويس بعد تطهيرها وإعادة فتحها للملاحة الدولية يوم 29 من مارس 1957، وتمضي السنوات فتصدق مصر وعدها ببناء السد العالي، وتبقى الذاكرة الوطنية شاهدة على إرادة أمة مصرية أبت إلا أن تعيد كتابة تاريخها المعاصر في مثل هذا اليوم بقرار تأميم قناة السويس انطلاقا من روح التحدي. إذن نبدأ أخبارنا الرياضية من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. حققت هدايا ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فرد السيدات وزن 67 كيلوغرام بأولمبياد طوكيو، وذلك بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية باي جي ميكفيرسون بنتيجة 17 نقطة إلى 6 نقاط في مباراة تحديد المركز الثالث، لتحقق هدايا ملاك أول ميدالية لمصر والثانية لها في مشاركتها الأولمبية بعدما حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. وحقق لاعب منتخب مصر للتايكوندو سيف عيسى الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال في وزن 80 كيلوغرام بمنافسات أولمبياد طوكيو لعام 2020، وذلك بعد الفوز على لاعب النرويج أندري أوردمان بنتيجة 12 مقابل 3 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحقق عيسى الميدالية البرونزية الثانية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية. يواصل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدير الفني شوقي غريب يواصل تدريبات استعدادا لمواجهة استراليا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة في منافسات دور المجموعات من كرة القدم في أولمبياد طوكيو والمقرر لها يوم الأربعاء. يمتلك المنتخب نقطة وحيدة من التعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى، بينما يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحل المنتخب الأسترالي ثانيا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب الأرجنتيني. والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية نشرة منتصف الليل، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى المتقدم.
الرئيس السيسي واجه بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. والرئيس التونسي يؤكد أن قراراته دستورية ويدعو إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات. وختاماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم أيضاً مشاهدين متابعتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك، تويتر، إنستغرام أو يوتيوب. كنت معكم أنا دانا متحات وزميلي همام مجاهد، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.